لمتابعة مباريات كأس العالم، يتوافد المصريون بكثرة إلى المطاعم والمقاهي. الأماكن تزينت لإطفاء جو من التنافس والإثارة في المونديال. بين أناشيد النصر وأبواق السيارات وحتى بعض المفرقعات، حول مشجع منتخب المغرب الساحات العامة مسرحا لفرح عارم. اختار آخرون التعبير عن فرحتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. اسم المغرب يكتب بأحرف من ذهب. رغم تباعد بلدانهم، منتخب المغرب قرب العرب وأظهر التضامن بينهم. فرحة كبيرة، كلنا مش مصدقين المنتخب العربي يوصل للمستوى ده. تاريخ منتخب المغرب النهاردة بيحقق تاريخ كبير ما حدش حققه قبل كده. المغرب شرفونا ورفعوا رأس العرب بصراحة، وحطموا أسطورة الأوروبيين والأسيويين اللي بيناوشوا كده على خفيف في كأس العالم. أول مرة فريق عربي يرفع رأس العرب لفوق. كعرب كلنا يعني فخورين بالمنتخب المغربي. مغامرة أسود الأطلس لم تنتهي بعد. يطمح المشجعون في اقتناسهم المركز الثالث وتحقيق الميدالية البرونزية. لأكثر من 90 دقيقة لم يتوقف دعم المشجعين لأسود الأطلس. تعالت هتافات الجماهير المصرية بالتهليل للاعبين، وكأن المنتخب المصري هو الفائز والمتأهل. المغرب شرفونا، وكناش متوقعين كده خالص، أكن مصر اللي بتلعب بالظبط. بمشاعر تتجاوز التهاني، خلق المغرب فرحة عارمة في نفوس المصريين. لاعب منتخب المغرب حقق إنجازا تاريخيا للكرة العربية والإفريقية. يشير عضو الاتحاد المصري لكرة القدم إيهاب الكومي. منتخب المغرب الشقيق استطاع أن هو يرفع رأس الكرة الإفريقية والكرة العربية في المحفل الدوري في كأس العالم قطر 2022 بوصوله للمربع الذهبي. الجهاز الفني للمنتخب المغربي بقيادة وليد الرجراجي رفع أسهم أيضا المدربين العرب في بورصة الكرة العالمية. بترقب وحذر يتابع المصريون مباريات منتخب المغرب. الجماهير المصرية تقف خلف أسود الأطلس لتحقيق الحلم العربي. وضع المغاربة بصمتهم بكأس العالم، يوضح الناقد الرياضي أحمد الخولي. المغرب حققت انتصارات قارية على مستوى الأندية، طبعا ده تخطيط يحسب للاتحاد الكرة المغربي أو الجامعة الملكية المغربية، وطبعا يحسب للدولة المغربية اللي هي بتساند الرياضة وكرة القدم بشكل خاص. حتى اللحظة الأخيرة حظي منتخب المغرب بدعم واحترام الجماهير المصرية. الأسود المغربية لبت تطلعات الجماهير العربية بأداء استثنائي. أحيا أسود الأطلس آمالا عريضة وشغفا كبيرا لدى الجمهور المصري. أحمد عطا، ميديا، القاهرة.